السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. مين فيكم أول مرة يجي تركيا؟ أول مرة عجبتكم تركيا ولا ملحقتوش تتفرجوا عليها؟ ملحقتوش. تركيا بلد من أروع ما يمكن. أنا جيت دي المرة رقم 19 في تركيا. بس خلي بالك بقى، أول مرة جيت تركيا ما كنتش فاهم الموضوع، دورت على مسجد أصلي فيه، مسجد اسمه مسجد أو تشاميع يعني جامع، ودخلت أقاموا الصلاة، فواحد طلع أفندي كده بقميص وبنطلون دخل ورا الإيه المحراب، راح طالع لابس شيخ، هو لابس عندهم يلبس شكل معين كالجبة والعمة، وبدأ يقرأ، خلص الفاتحة. أنا مش فاهم بقى إن هنا بيسروا بالتأمين، هم احنا عندنا في بلدنا كل ما كنت متدين اكتر كل ما مش تجهر بالتأمين بتجعر بالتأمين. فانا قلت امين بجد، اللي جنبي طلع يجري خاف مني. فخلوا بالكم، غير كده تركيا بلد جميلة جدا. طيب انا الموضوع اللي هتكلم فيه النهاردة بيعالج شبهة من الشبهات، وهي ان الشباب بيبص على أحوال العالم الإسلامي يجد تخلف وفقر، ويبص على أحوال العالم الغير إسلامي، مش عايز أقول بقى الكافر وبتاع، بص بيكفر وبيعمل، لكن هو عالم غير إسلامي كافر، تطور وتقدم. فالناس تقعد تقول ليه يا رب كده؟ يعني إحنا مسلمين وكمان كتير مننا إسلاميين، ليه كتبت علينا احنا في الفقر والتخلف ده وهم بهذا النجاح الشديد؟ فالموضوع بتاع النهاردة اسمه قيم إنسانية أم سنن إلهية. فاحنا هنتكلم من الواضح في حاجتين النهاردة، السنن الإلهية والقيم الإنسانية. تعالوا الأول نعرف ما هي السنن الإلهية. طبقا لمعجم ألفاظ القرآن الكريم الصادر عن مجمع اللغة العربية في جمهورية مصر العربية، السنن الإلهية هي ما جرى به نظام الله في خلقه. إيه هو النظام ربنا في خلقه؟ هو ده اسمه السنن الإلهية. زي ما في حاجة اسمها السنة نبوية اللي هي عادات النبي صلى الله عليه وسلم، إذن أيضا السنن الإلهية هي عادة الله مع خلقه. من ضمن السنن الإلهية إيه؟ غليان الماء، دي سنة إلهية. الماء نحط نسخنه، نحط تحته حرارة مصدر للحرارة ونسخنه، إذا وصلت درجة الحرارة إلى 100 درجة مئوية يغلي الماء، هذه سنة إلهية. أيضا عارفين أنتوا في الملف بتاع ملفات السيارات دي في سرعة معينة مسموح بيها، فوق كده بيصبح الأمر خطر. ليه؟ تصبح السيارة معرضة للانقلاب، تنقلب الانقلاب مش انقلاب عسكري، انقلاب السيارة، السيارة تنقلب. ازاي تنقلب السيارة؟ على حسب أكتر من حاجة، مركز ثقل السيارة، فالسيارة العالية ممكن مركز ثقلها بيكون عالي تكون معرضة للانقلاب أسرع من السيارة الايه الواطية. مدى شدة الزاوية بتاعة الملف، فلو ملف الزاوية بتاعته زاوية حادة تحتاج انك تخفض السرعة اكتر من لو كان ملف الزاوية بتاعته منفرجة شوية. ايضا درجة الميل بتاعة الاسفلت، فلذلك في الملف بيعمل الاسفلت بميل معين بحيث ان هو يصد يمنع السيارة من الانقلاب. اذا مسألة ان السيارة تنقلب وهي ماشية بسرعة، عند سرعة معينة كل سيارة تنقلب عند سرعة معينة خاصة بها، هذه ايضا سنة من السنن الالهية. ايه اللي بيحكمها؟ قوانين الفيزياء، قوانين الطبيعة، لان السنن دي سنن ثابتة ومضطردة ومنضبطة. ثابتة يعني ما بتحصلش يوم الحد والثلاث والخميس، بتحصل على طول،
ما بتحصلش بس من أول القرن العشرين وواحد وعشرين، دي بتحصل من أيام النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن يرث الله الأرض وما عليها، ثابتة تحدث دائما بهذه الطريقة. إذا أول حاجة هذه السنن، سنن إلهية، سنن ثابتة مضطردة، يعني نتائجها بتتبع مقدمتها، يعني أول ما أشوف المقدمات أستطيع أن أقول أنها ستحدث. فمثلا غليان الماء بيسبق الأول فوران معين وهكذا، فانحراف السيارة بيسبق مثلا ميل معين. إذن هي ثابتة مضطردة ومنضبطة. يعني إيه منضبطة؟ منضبطة يعني يمكن توقع حدوثها بمنتهى الدقة. يعني تقول لي كده كمية المية دي قد إيه، وانت حاطط تحتيها مصدر للحرارة كم درجة، هقدر أقول لك وأحسب لك بالثانية بعد قد إيه بالظبط سيغلي الماء. منضبطة، أستطيع أن أضبطها بقوانين معينة. تمام؟ مدام مسكنا كوباية اللي دي ما نزعلهاش بنشربها. ماشي. دي بقى عالم من العلماء العظام اللي كتبوا في السنة الإلهية، اسمه الدكتور عبد الكريم زيدان، عراقي توفي مؤخرا من حوالي 3 أو 4 شهور في اليمن ودفن في العراق، حتى أن حكومة العراق كان عندها مشكلة أصلا إزاي جثمانه هيجي وتطلع عليه جنازة، دي هتبقى جنازة هائلة، وخافوا بقى من الثورة وتجمع الناس. هذا العالم عالم من أعظم العلماء في مجال السنن الإلهية، كتب عن نوع آخر من السنن الإلهية، هي السنن الإلهية المعنوية وليست السنن الإلهية في المحسوسات. يعني مش بنتكلم بقى عن غليان ماء وانقلاب سيارة، لا، احنا بنتكلم عن سنن معنوية غير ملموسة. فقال هي طريقة معاملة الله للبشر بناء على سلوكهم وأفعالهم وموقفهم من الشرع. يبقى طريقة ربنا في معاملة البشر بناء على أخلاقهم وسلوكهم وموقفهم من الشرع، هو ده اللي بيسمى أيضا سنن إلهية. بس مثلا تعال ناخد عليها مثلا يعني آية منه. أنا أحب دائما أستدل بالقرآن الكريم وبالسنة النبوية. القرآن الكريم كلمني عن هذه السنن وقال فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. ثابتة ومضطردة، هي طريقة الله وعادته مع خلقه. ده بتعبير الايه دكتور عبد الكريم زيدان. تعال ناخد مثال عليه. من ضمن الأمثلة على هذه السنة هو أن الأقوام الظالمين يهلكون، ربنا يهلك الأمم الظالمة. بنيتو موسوليني مثلا هذا كان أنشأ أمة فاشية، هلك هو والأمة الفاشية التي أنشأها. ستالين هلك هو والشيوعية كلها، إن ستالين خاصة كان يعني لا يقارن بباقي الزعماء الشيوعيين في الظلم. هذا الرجل قتل وشرد عشرات الملايين. عارفين يعني إيه الشعب؟ كان ينفع نقول الكلام ده من 3 سنين. عارفين يعني إيه شعب نصه يهجر؟ طبعا النهاردة عندنا سوريا لوحدها كفاية، لكن الشيشان نصفهم هجروا إلى سيبيريا. هتلر، أدولف هتلر أنشأ الأمة النازية وأنشأ النازية، أيضا هلك هو ونازيته، أو هلك هو الأمة بتاعته. هذا لنا سنة من سنن الله تعالى. ربنا سبحانه وتعالى يقول في سورة الكهف وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. وشوفي سورة طلب منا النبي صلى الله عليه وسلم أن نقرأها مرة كل أسبوع. ليه؟
للبركة التي في الصورة؟ أنا أعتقد لو كان للبركة لقال النبي اختاروا سورة تقرؤها كل أسبوع، لأن القرآن كله بركة. إنما عندما يعين النبي صلى الله عليه وسلم سورة بعينها لتقرأ كل أسبوع، إذن هذه السورة فيها معاني يجب أن تتجدد في حياة المسلم على الأقل مرة كل أسبوع. من هذه المعاني هذا المعنى أن الأقوام الظالمين يجب أن يهلكوا، سيهلكون. بس إيه الفرق بقى بين السنن الإلهية في المحسوسات زي غليان الماء والسنن الإلهية المعنوية زي زوال الأقوام الظالمين؟ الفرق هو الاثنين سنن ثابتة، هذه سنة ثابتة، هذه سنة ثابتة تحدث باستمرار، مش يوم ويوم، مش سنة وسنة، مش قرن وقرن، تحدث ثابتة. والاثنين مضطردين، يعني لها مقدمات أفهم أن النتائج واضحة جدا. إذا الماء بدأ يفور وفي تحتيه مصدر للحرارة متجدد، إذن سيصل إلى ماء، إذن يجب أن يحدث إيه؟ الغليان. نفس الكلام إذا 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 أمة بدأت تظلم وحكومة ظالمة شديدة الظلم بدأت تظلم الناس، يجب أن أفهم أنها يجب أن تهلك. لكن أنا زي ما قلت لكم الماء أقدر أقول لك، لو قلت لي كم الماء قد إيه والحرارة قد إيه أقدر أقول لك بعد كم ثانية بالظبط هيغلي، لكن ما أقدرش أقول لك بعد كم ثانية بالظبط، ما أقدرش أقول لك بعد كم يوم أو بعد كم شهر أو بعد كم سنة سيزول هذا النظام الظالم. ليه؟ لأن المتغيرات كثيرة ولا أستطيع وضع قوانين له. يعني درجة الظلم تختلف من ظالم لظالم، هناك ظالم يظلم في الحقوق السياسية، هناك ظالم يقتل ويسرق ويحرق، هناك ظالم يفعل هذا بتأييد من شعبه، هناك ظالم يفعل هذا بدون تأييد من شعبه، هناك شعب يؤيد ذلك لأنه مضحوك عليه بالإعلام، هناك شعب يؤيد ذلك لأنه بطبيعته عنصري. فكل هذه المتغيرات تجعلني غير قادر على تحديد متى تحدث الظاهرة، متى تتحقق السنة الإلهية، لا أستطيع أن أعرف. لذلك قال الله تعالى سبحانه وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا، إمتى؟ وجعلنا لمهلكهم موعدا، ربنا العرف. إذن هي السنن الإلهية ثابتة مضطردة لكنها غير منضبطة بضوابط فيزيائية، لا أستطيع أن أعرف متى تحدث. طيب لو لم تكن هذه السنن عامة وثابتة ومضطردة ما كانش هيبقى فيه قيمة لطلب القرآن منا أن نعتبر ونأخذ العبرة بالأقوام السابقين. يعني أتجد قل سيروا في الأرض فانظروا ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. أسير ليه وأنظر ليه في عاقبة المكذبين إلا لو أنا هأخذ العبرة حتى لا أصير أنا أيضا مكذب؟ إذن هذه السنة يجب أن تكون ثابتة وعامة، لا تفرق، لا تحابي، ليست لقوم دون قوم، ليست لفرد دون فرد. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين. ليه؟ لأنها ثابتة، إنها زي ما حصلت لفرعون تحصل لنا كمان. مشكلتنا كمسلمين بقى إننا فاكرين إن القرآن ربنا نزله لنا عشان دي حكايات نقراها كده قبل ما ننام، حكايات ممتعة نقرأ عن الأقوام السابقين ونضحك عليهم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. نضحك بقى عليهم عشان أمال يعني مثل الذين حملوا القرآن ثم يحملوه كمثل إيه مثلا؟ الغزلان يعني؟ حمير أيضا، ما فيش هزار. القرآن ينزل حتى نتعلم منه. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين. أنا أقرأ ما حدث للأقوام السابقين لأن كما أنهم مغضوب عليهم لأنهم رأوا الحق ولم يأخذوه، نحن أيضا من الممكن أن يغضب علينا إذا فعلنا نفس الكلام. مش لأننا عرب فإحنا عندنا مزايا عن الآخرين، ما قال هذا الكلام،
ما بني إسرائيل كانوا هم الأمة المسلمة 2500 سنة، كانوا أمة الإسلام. على فكرة موسى يقول، القرآن يقول: وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. ذكر أمة الإسلام ثم كان لعنوا. ليه؟ صدرت منهم أفعال معينة، إذا صدرت منا ملعونين، إحنا مصيبة. إذن لابد من أننا نأخذ المسألة بجدية أكثر من ذلك. ربنا سبحانه وتعالى طلب منا النظر في هذه في أحوال الأقوام السابقين، لأن سنن الله لا تتغير ولا تتبدل ولا تتحول. مسألة خطيرة كده. احنا نحط السنن الإلهية بقى دلوقتي على جنب، وتعالوا نتكلم في الشق الثاني قبل ما نربطهم ببعض. تكلمنا عن السنن الإلهية، وتكلمنا عن الفرق بين السنن الإلهية في المحسوسات وغير المحسوسات. تعالوا نتكلم على القيم. ما هي القيمة؟ القيمة هي القدر. فقيمة يعني قدر، قدر شيء معين، قيمة شيء معين. للأسف ناس تظن أن الشيء القيم يعني الغالي، مع أن القيم ليس معناه غالي، بل بالعكس. ما معنى قيم؟ قيم يعني شيء يستحق، يستحق الثمن المدفوع فيه حتى لو كان ثمن عالي. وغالي يعني لا يستحق الثمن المدفوع فيه وإن قل هذا الثمن. يقولك ساعة دي ساعة قيمة، يعني المبلغ اللي دفع فيها تستاهله. لكن غالية يعني أي ساعة ثانية هتأدي نفس الغرض يدفع فيها المبلغ ده كله، هي غالية. فالقيم غير الغالي، هذا يستحق وهذا لا يستحق. إذن السلوك القيم هو السلوك اللي له فائدة على الفرد وعلى المجتمع، تستحق الثمن والتضحية اللي هتقدم من أجل تحقيق هذه القيمة. ما هو السلوك القيم ده قيمة، في ثمن لتحقيق هذه القيمة. هذا الثمن، هذا السلوك يستحق هذا الثمن لأن فائدته عالية. وفكر الإغريق وفكر المفكرين في العالم كله فيما يسمى القيم الكلية، فقالوا القيم الكلية ثلاثة: كالون أجاثو أليثيا، بالإغريقي يعني الحق والخير والجمال. وتحت هذه القيم الكلية تندرج كل القيم الأخرى الجزئية، من صدق وأمانة. مثلا الصدق يندرج تحت الحق، الأمانة تندرج تحت الحق، الرحمة، العدل، المساواة تندرج تحت الخير، الشهامة، الشجاعة، الإخلاص، تطوير الذات قيمة، الاجتهاد في العمل قيمة. كل القيم الأخرى تندرج تحت الثلاثة دول: الحق والخير والجمال. هل العلماء المسلمين لهم دور وفكروا في القيم أيضا ولا لا؟ طبعا. القيم ما تسميتش قيم إنسانية في كتابات الإسلاميين إلا حديثا، إنما كان الإمام أبو حامد الغزالي يكتب فيها كثيرا، وكان ابن مسكوي يكتب فيها، ولكن سموها الحسن والقبيح. لما تيجي تقرأ فيما هو حسن وما هو قبيح تجد أنهم يتكلموا عن ما يسمى الآن بالقيم الإنسانية. إيه مصدر القيم في الفكر الإسلامي؟ ما هو مصدر القيم عندنا؟ الله سبحانه وتعالى. الله هو الحق، مش قلنا الحق والخير والجمال؟ الله هو الحق، وهو الذي يدعو إلى الحق. الله هو مصدر الخير، وهو الذي يدعو إلى الخير. الله جميل ويدعو للجمال. فنجد مثلا ربنا سبحانه وتعالى بيقول: فتعالى الله الملك الحق، وأنزلنا إليك الكتاب بالحق، خلق السماوات والأرض بالحق. كم مرة الحق تيجي بقى في القرآن الكريم؟ 176 مرة. إعلاء من قيمة الحق
في القرآن الكريم من أسماء الله تعالى الحق الخير. ربنا سبحانه وتعالى بيقول فاستبقوا الخيرات أولئك يسارعون في الخيرات ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. كم مرة يجي الخير في القرآن الكريم؟ 174 مرة، قريبين جدا 174. طب الجمال، ربنا سبحانه وتعالى بيقول فاصبر صبرا جميلا واهجرهم هجرا جميلا فاصفح الصفح الجميل، ثم يدعو إلى الجمال دون ذكر الجمال. مثلا صنع الله الذي أتقن كل شيء، تشعر بالجمال في الآية دون ذكر كلمة جمال. تقرأ الآية وتشعر أنك ترى الجمال، ترى الورود، ترى الأزهار، ترى السحاب، ترى السماء. صنع الله الذي أتقن كل شيء، الإتقان قيمة جزئية تندرج تحت قيمة الجمال. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. تشعر بالجمال. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين. تشعر بالجمال دون ذكر كلمة الجمال. حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال. ذلك من أسماء الله تعالى الجميل، اسم من أسماء الله تعالى الجميل. بعض الناس تظن إن ربنا له 99 اسم فقط، لا، الأسماء كثيرة ولكن هناك 99 اسم. من يعيها ويعيش بمعانيها يدخل الجنة. إيه هم؟ ابحثوا عنهم. إنما الحديث اللي ورد فيه 99 اسم، هذه 99 اسم دول هذا اجتهاد من الراوي وليس في متن الحديث. طيب إيه الهدف من القيم؟ القيم هدفها هو جعل الحياة أكثر إيجابية. هنجد مثلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة قال رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر أنا. فقال فمن تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر أنا. قال فمن أطعم منكم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر أنا. قال فمن عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر أنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. إيه هي؟ إيه هي؟ الجنازة. القيم اللي دعت أبو بكر أن يفعل هذا. يعني إيه اللي خلاه من منكم أن أصبح منكم اليوم صائما؟ هو صائم ليه؟ بيتقي الله، بيقترب من الله. التقرب إلى الله قيمة من القيم. الشكر هو شاكر. من تبع منكم اليوم جنازة هذا إخلاص، هذا فيه نوع، لأن هذا الرجل اللي أنا هتبع جنازته خلاص هو مش هيعمل لي حاجة، مش هيعرف أنا تبعت جنازته، مش هيشكرني بعدها، مش هيديني عليها فلوس، لكن هناك وفاء. من أطعم منكم اليوم مسكينا هناك رحمة، إذن هناك قيمة الرحمة. القيمة دي هي إذا اجتمعت في إنسان هي والوفاء والشكر وكل هذه القيم يدخل الإنسان الجنة. من عاد منكم اليوم مريضا، مش من زار، السنة عيادة المريض أن تعوده مرة بعد أخرى. واحد مريض عنده مرض وبيقعد شهر عيان، هتروح له مرة وتقول عملت عليك تزرت، أن تعوده مرة بعد أخرى، هذا وفاء. هذه هي القيم التي إذا اجتمعت في إنسان يدخل الجنة. طيب ما هو في ملحدين عندهم قيم، ما مصدر القيم عند الملحد؟ لا عنده قرآن ولا عنده سنة ولا مؤمن بها، لكن في ملحد عنده قيم. ما هو مصدر القيم عندهم؟ هو الملحد يقول لك knowledge، العلم. فعش العلم لا يمكن يكون مصدر للقيم.
خالص. يعني لو جبنا واحد عالم وسألناه ايه رأيك في اللي عمله العلماء بتوع أدولف هتلر اللي قتلوا ملايين في المحرقة النازية من اليهود والروس والبيلاروس والغجر والعجزة، مش اليهود فقط كما يشيع اليهود، ولكن قتل الملايين فعلا في المحرقة. اللي عملوه ده من الناحية الأخلاقية صح ولا غلط؟ غلط، ده سقوط أخلاقي. طب من الناحية العلمية روعة، ممتاز، لأنهم بأقل كمية من الغاز قتلوا أكبر عدد من الناس. فمن الناحية العلمية صح تماما، العلم قدروا بالعلم وبالحسابات يستخدموا كميات من الغاز ولم يهدروا الغاز، هذا هو ما يعطيه العلم في النهاية. لكن العلم لا يمكن يقول على شيء صح أو غلط أخلاقيا أبدا. إذن مصدر القيم عند الملحد الفطرة التي فطره الله عليها، فطرة الله التي فطر الناس عليها، مش الذين آمنوا، كل الناس عندهم فطرة يستطيع أن يقول على شيء ده حسن وهذا قبيح. يبقى القيم مصدرها الفطرة ولكن يرسخها الدين. فيجي بقى الإنسان يتدين ويعرف دينه أكثر، يبدأ يرسخ القيم عنده. كل ما الناس بعدت عن الدين ضعفت القيم، والقيم عمالة تضعف. يعني في المجتمعات الملحدة القيم عمالة تضعف والأخلاق عمالة تضعف. الفكر الإسلامي تجاوز مسألة القيم، تجاوز مسألة القيم واعتبرها أشياء مسلمة مسلمة، وبدأ يدافع عن حقوق الناس في نيل هذه القيم. هذه حقوق، مثلا قيمة الحرية. هل تعلموا أن الرسول عليه الصلاة والسلام موصوف في القرآن بأنه محرر المحرر؟ فين ده؟ ربنا سبحانه وتعالى بيقول الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، اسمع بقى، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. هذا الرجل أرسله الله سبحانه وتعالى ليكسر الأغلال، هذا رجل محرر. فقيمة الحرية مذكورة في الإسلام وأعلي شأنها بشكل فوق الخيال. فوق الخيال ليه؟ لأن الحرية في الإسلام تساوي الحياة. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، لا يجوز إنسان يقتل إلا بالخطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة. أول حاجة تعملها تحرر رقبة، مفيش عندنا بقى أشياء تانية تعملها، هتصوم 60 يوم وتدفع دية، لكن أول حاجة تحرر رقبة. يعني إيه؟ أنت أخذت حياة إنسان بالخطأ، تكفر عن ذنبك بأنك تعطي حياة لشخص ميت. كيف أعطي حياة لشخص ميت؟ تعطي الحرية لمسلوب الحرية، أنت كده كأنك أعطيت الحياة لشخص ميت، مسلوب الحرية كأنه ميت. فيعلي الإسلام من قيمة الحرية بهذه الطريقة. فتجد بدوي يقف أمام قائد جيش الفرس حضر 2000 سنة ربعي بن عامر ويلقنه الدرس في الحرية. انتوا عرب، انتوا اي كلام، انتوا جايين ايه هنا؟ احنا بلد حضر 2000 سنة جايين تعملوا ايه؟ قال له ايه؟ نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العبادة من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. فكان الصحابة ينظرون لأنفسهم على أنهم محررين لغير المسلمين، مش قتل الغير المسلمين، هو مش جاي يقتلهم، هو جاي يحررهم. هذه كانت نظرة الصحابة لنفسهم، محررين، تلاميذ المحرر محمد بن عبد الله، وهم بينطلقوا لتحرير العالم، لم ينظروا للآخرين ولا للحضارات الأخرى على أنها على أنهم أعداء أبدا. عمر بن الخطاب يلوم عمرو بن العاص ويقول متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟ جايين نحرر مش نستعبد. ده لأن ابنه ضرب
ما ولد نصراني قبطي. ما بقولش قبطي ليه؟ لان قبطي معناها مصري. انا قبطي على فكره، ما اعرفش تعرف ولا لا، انا قبطي مسلم. مصر بالانجليزي ايه؟ ايجيبت. الجبت بالالماني الجبت يعني قبط. الطينه السوداء، وكل ما يخرج من الطينه السوداء اسمه قبطي. فهو ضرب النصراني القبطي، فحدث ما حدث، والحكايه كلكم عارفينها، مش داعي نراها. المساواه من القيم الموجوده في الدين عندنا، المساواه بين الناس. لذلك كنا بنتكلم على الغداء مع اخ شكري عن الرق، وكيف انا مثلا في احدى الكنائس في امريكا، بعد ما خلصت وقف ولد قال لي ايه، نبيكم ما كانش يقدر يبقى في شجاعه ابراهام لينكولن ويمنع الرق بصراحه قبل ما يموت؟ يعني الخمر حرمت بالتدريج، فين تحريم الرق؟ ده لا ايه ولا حديث بيحرم الرق صراحه، اللي هو يقول ايه من اليوم، او مثلا اجتنبوا الرق زي ما اجتنبوا الخمر مثلا. مفيش، اتحداك. هذا ان النظره عنده قاصره. هو يقارن بين محمد بن عبد الله عليه الصلاه والسلام وبين ابراهيم لينكولن، رجل عظيم بالتاكيد، وهو وزملائه شاركوا في منع الرق، لكن هذا كان خطا. الرق مش هو المشكله، الرق عرض وليس المرض. المرض هو العنصريه. بعد الغاء الرق باكثر من 120 سنه ومنعه وتحريمه في امريكا، فضل السود لا يستطيع الجلوس على مقاعد البيض في الاوتوبيسات، فضل السود لا يستطيع الدخول في مدارس وجامعات البيض. عملنا ايه؟ اذا كان يجب منع العنصريه قبل ان يمنعوا الرق. الاسلام تعامل مع المرض نفسه قبل ان يتعامل مع العرض. المرض هو العنصريه، كيف تعامل معها الاسلام ورسخها؟ عن طريق مفهوم الخطيئه الاصليه. وقف اي مسيحي في الشارع قول له ايه الخطيئه الاصليه، يقول لك ادم اكل من الشجره المحرمه فدخل الموت الى العالم. احنا عارفين بقى بقيت ايه القصه المسيحيه، وان ربنا انصر ابنه الوحيد والكلام ده كله. لكن احنا عندنا الخطيئه لا تورث، لكن كلمه خطيئه اصليه يعني اذا بنتكلم عن خطيئه اولى، اول خطيئه في التاريخ، اللي هي ايه؟ خطيئه ابليس، مش خطيئه ادم. قبل ان ادم يخطئ وما ياكلش من الشجره، ابليس اخطا قبله وعمل ايه؟ رفض ان يسجد. ربنا سبحانه وتعالى امر الملائكه ان تسجد، طبعا الملائكه هو اقل منها، فالجن ايضا مامورين، او من حضر الايه الامر يعني. ابليس رفض ان يسجد، فربنا سبحانه وتعالى بيلومه، قال ما منعك الا تسجد لما خلقت بيدي اذا امرت، قال انا خير منه. خلي بالك بقى، خلي بالك، قبل ابليس ما كانش في ابليس تاني ضحك عليه، عشان كنا فاهمين. ولكن الشيطان، لك الشيطان شاطر، الشيطان خايب. الاشطر من الشيطان والاخطر من الشيطان هو انا خير منه. الشيطان بتاع ابليس اللي ضحك عليه ما كانش شيطان، كان انا. الانا اخطر شيء. النفس يا شباب، الناس اللي سقطت في الفتره اللي فاتت شفناها رموز بتسقط، كانت فيها جواها ايجو، انا، خطير جدا. اذن قال له انا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. انا ابيض وهو اسود، انا اوروبي وهو تركي، او انا عربي وهو هندي. العنصرية هي التحدي الذي يواجه كل واحد فينا، ان ما حدش يفتكر نفسه افضل من الاخر بسبب عنصره او جنسه او لغته. امر خطير جدا. إذن يجي يرسخ في ده جوانا الرسول عليه الصلاة والسلام في خطبة الوداع، ألا لا فضل لعربي على أعجمين ولا لأحمر على أسود، يعني أبيض على أسود، إلا بالتقوى. يجي بقى الأمريكان في 2008 يجي لهم منتخب رئيس أسود، رئيس أسود منتخب، فيفخروا بهذا، ولهم فعلا الحق أن يفخروا به، إن هذه الدولة بعد كل هذا التاريخ السيء من العنصرية، أن يأتي رئيس أسود منتخب، لهم أن يفخروا بهذا. ولكن أنا فكرت فيها، لقيت إن إحنا في مصر كان عندنا رئيس أسود من قبلها بأربعين سنة، وما خدناش بالنا غير لما جه أوباما. السادات، أدي السادات أهو، وأدي أوباما. قول لي مين يعني لونه داكن أكتر من التاني، وما خدناش بالنا. ليه؟ ترسخ جوانا إن مفيش مشكلة،
ولي عهد الكويت من 40 سنة أسود. عارف بقول كده في الكويت يقول لك إيه؟ لا لا أيوة صح تصور. أيوة صح تصور. خدت بالك دلوقتي ليه؟ لأن إحنا نحمد ربنا على نعمة الإسلام لم يتعامل مع الرق على أنه هو المجتمع. عندنا حلقة الرق في إسلاموفوبيا الشباب معظمهم شافوها بتتعامل مع الرق وبتقولك إزاي الإسلام أنهى الرق، ولكن ليس هو المشكلة، المشكلة كانت في العنصرية أساسا. فالمساواة من القيم التي أعلاها الإسلام. تطوير الذات قيمة من القيم، إن الإنسان من استوى يومه فهو مغبون. مفيش حاجة اسمها النهاردة زي امبارح، لازم النهاردة يكون أحسن من امبارح وبكرة أحسن من النهاردة. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. شوف بقى أوباما خد إيه السلوجان بتاعه أو الشعار بتاعه، We can believe in change. كان تشينج، كلمة تشينج التغيير هي الشعار بتاعه. إحنا للأسف النهاردة في مجتمعاتنا الشعار بتاعنا إيه؟ اللي تعرفه أحسن من اللي ما تعرفوش. يعني هيجي مين يعني؟ مفيش حد غيره ينفع، ما هو كده. المشكلة الشديدة إن إحنا عندنا إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإحنا ماشيين عكس الإسلام بالظبط. الإيمان بالفرد والإيمان بأن ما فيش حاجة أحسن من اللي احنا فيها وأن اللي جاي أكيد أسوأ. العدل، العدل هو سبب أن ربنا أرسل كل الرسل وكل الكتب. سورة الحديد، لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان لام السببية ليقوم الناس بالقسط. أنت متخيل يعني إيه ربنا بيقولك الرسول عليه محمد بن عبد الله وعيسى بن مريم وموسى نزلوا بالقرآن والتوراة والإنجيل من أجل القسط؟ كلام خطير جدا، كلام خطير جدا، يعلي من قيمة العدل في مجتمعاتنا. فيجي ابن تيمية يفهم هذا الكلام لك إن الله ينصر الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ولا ينصر الدولة الظالمة وإن كانت مؤمنة. العدل في حد ذاته قيمة تحقق مقاصد الشريعة. فتلاقيها مقاصد الشريعة معروفة، منها حفظ النفس. فتجد الدول، خلي بالك بقى هنا هنيجي نتكلم في الشبهة اللي طرحناها اللي هي بتاعت الشباب النهاردة، بيقولك ايه ليه يا ربي كده عملت فينا كده ليه؟ ليه احنا مكتوب عنها الجهل والتخلف والفقر والكلام ده كله، والكفرة هم اللي متقدمين وهم اللي متطورين؟ هنرجع نتكلم، الكفرة دول محققين قيم إنسانية. القيم الإنسانية دي أدت إلى وجود مقاصد الشريعة في مجتمعاتهم، فتحقق عندهم حفظ النفس أكتر من عندنا. تحقق عندهم قيمة للشريعة أيضا، مقصد شرعي اللي هو حفظ المال أكتر من عندنا. أنت لست معرضا للنصب عليك في بلد أوروبية زي ما أنت معرض في بلد عربي، لست معرضا للنشل وللسرقة زي ما أنت معرض هناك. هنا فرق كبير. إذن حفظ المال، حفظ النفس، حتى حفظ العقل اللي من أجله شرع تحريم الخمر لحفظ العقل. هم عندهم خمر، لكن هو عمل نظام تعليمي قدر يعوض به إلى حد ما، إلى حد ما مسألة حفظ العقل. فهو عنده قدر يعمل قيم معينة من تطوير الذات والاجتهاد في العمل وكل هذا، فحقق مقاصد شرعية دون أن يؤمن بالشريعة ولا يعرف حاجة عنها أصلا، فحقق نجاح. شيء طبيعي يعني في سنة الله في الرزق، إنك بالتخطيط والتفكير الجيد والعمل هيزيد دخلك. إن شاء الله تكون بتخطط لحاجة حرام أصلا هيزيد دخلك من حرام برضو، لكن هي سنة الله في الأرض هكذا، تخطط جيدا تجتهد تعمل هتحقق دخل أكبر. شيء طبيعي. نيجي إحنا بقى عمالين بقى نلقي اللوم على الله سبحانه وتعالى عشان احنا متخلفين. او كلما اصابتكم مصيبه قد اصبتم مثليها قلتم ان هذا، قل هو من عند انفسكم. لابد احنا نغير، مش هننتظر حد يجي يغيرنا، مش هفضل منتظر المهدي، مش معقول. انت اللي هتغير نفسك، ما حدش هيجي عشان يغيرك، انت تغير نفسك. ربنا بينزل الميه وبيطلع القمح، لكن مش هيعمل لك خبز كمان. احنا عايزين الخبز يطلع بقى، مش معقول. طيب اذا احنا ليس عندنا ازمه في القيم، احنا عندنا قيم في الاسلام، وشفنا مصدر القيم وقلنا القيم الثلاثه الحق والخير والجمال عند الاغريق موجوده عندنا في القران ازاي،
وربنا زي اعلى من كل هذه القيم الكليه والقيم الجزئيه زي ما اتكلمنا. لكن هنيجي نلاقي ان انا عندي ازمه في منظومه التعامل مع القيم اصلا. النهارده اصبح كل ما عندي هو شعارات. قلت عندنا شباب اسلامي يقول ليه ربنا عمل فينا كده؟ احنا كنا عايزين نعمل حاجه كويسه، ده احنا كنا عايزين نطبق الشريعه، ليه عمل فينا كده؟ ده انا حافظ القران، ده انا بصلي في المسجد 5 مرات في المسجد جماعه واذكار مين ده؟ تعالى بقى تعالى، انت حافظ القران؟ تعاملك مع القران ازاي؟ انت خليت القران هو الكتاب الوحيد في العالم اللي يقرا بدون فهم. ادي اول حاجه انت عملتها في القران. انت دفعت الرسول عليه الصلاه والسلام يروح يشتكيك لربنا، وقال الرسول يا ربي ان قومي اتخذوا هذا القران مهجورا. انا بقرا الايه بشعر الايه بتقول انت عملت ايه في الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ليه جاي بيشتكيكم كده؟ ادي تعاملك مع القران. الصلاه فين الصلاه؟ انت بتصلي 5 مرات في المسجد ولا بتخطط 5 مرات في المسجد؟ الامام بيقول الله اكبر، انا الله اكبر، عايز اجيب الطلبات المكتوبه اللي معايا في الليسته في جيبي، وما تنساش الخبز لان ما عندناش خبز للصبح للساندوتشات، ده كله في الصلاه. وعشان ما انساش اقعد افكر نفسي في الصلاه، الخبز 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 الخبز، ده في الصلاه. واقعد اخطط ل 30 سنه قدام، وعايز اغير السياره، واعمل بي اتش دي، واعمل مش عارف كل، بعدين افاجئ السلام عليكم السلام. اخد الحذاء والبسه وانا ماشي بقى، الناس كلها الجيران كلها ما شاء الله، ده فاضل بيصلي في المسجد 5 صلوات، مش عارفين انا بخطط في المسجد 5 مرات، مش بصلي في المسجد. خلينا نتكلم بصراحه، فلا الصلاه بخشوع ولا القران بيقرا بتدبر، كارثه. والاذكار ده قصه ثانيه بقى، احنا مش عايزين نتكلم فيها يعني. لسه بدل قاعد مع الاخوات بقول لهم لو انا دلقت القهوه على احدى الاخوات لازم اقولها ايه؟ قالوا اسف. اقول لهم اسف ازاي؟ ايه رايكم اقول لها اسف 100 مره كده؟ اسف 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 كده. هذا تشعر ان انا اسف ولا هذا استفزاز؟ زلك السيده رابعه العدويه تقول ان استغفارنا يحتاج الى استغفار، احنا لازم نستغفر ربنا من طريقتنا في الاستغفار اصلا. الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا سيد الاستغفار، ويقول سيد الاستغفار هو ان تقول اللهم انت ربي. هذا ترسيخ لمعاني الربوبيه جواك. خلقتني، اول بند في التعامل بينك وبين ربنا ان الله هو الخالق وانا عبدك، ترسيخ لمبدا العبوديه جواك. وانا على عهدك ووعدك ما استطعت، تجديد للبيعه. ابو اعوذ بك من شر ما صنعت، اعتراف بالايه؟ اعتراف بالخطا وبالذنب، نقد للذات. مين فينا بينقد ذاته؟ ابوء لك بنعمتك علي، اعتراف بنعم ربنا. وابوء بذنبي، واعتراف بالذنب، فاغفر لي. ممكن يجي واحد مادي يقول ايه كل ده عشان تقول فاغفر لي؟ ده انا كنت قلتها 25 مره في الوقت ده. ليه؟ هو مركز ان هو يعبد ربنا بالكم، انا بقى عايز اعبد ربنا بالكيف. احنا عايزين نرجع نعبد ربنا بالكيف، فهي دي النقطه. الناس دي بره اشتغلت بالكيف مش في عباده ربنا، عبدت الدنيا بس اخلصوا في عبادتهم للدنيا. احنا فرحانين ان احنا في النور وهم في الظلمات، بس احنا نايمين في النور وهم صاحيين في الظلمات، هذا ما ينفعش. اذا احنا ما عندناش ازمه في القيم، احنا عندنا قيم ومنظومه قيميه احنا مش عارفين نتعامل معاها، ثروه قيميه عاجزين على تفعيلها عندنا. الخلاصه بقى، السنن الالهيه اللي اتكلمنا عنها الاول منها قيم اذا تم تحقيقها ينجح الانسان. هذه سنه، قلنا الميه هتحطها على مصدر حراره هتغلي، لازم هتغلي كده باستمرار، ثابته مضطرده منضبطه. يبقى لابد ان احنا نفهم ان اذا انا ما فعلتش منظومه القيم الانسانيه اللي موجوده عندي ساظل في هذا التخلف، حتى لو حفظت القران وحتى لو عملت ايه، هفضل كده بهذه الطريقه. كده احنا خلصنا الايه المحاضره، وممكن نفتح المجال للاسئله.